بسم الله الرحمن الرحيم. هنرسم دلوقتي رسمة من رسومات الأطفال، وهي الغزالة وجنبها شوية خضرة. بداية الرسم نفسه بيعتمد على شغل الدوائر أو الشكل البيضاوي نفسه. يعني مثلا الرأس، هبدأ أعمل دايرة مثلا كده الرأس، ومثلا الجسم بتاعها شكل بيضاوي برضو دائري كده. يا رب يكون الرصاص واضح. ومثلا في رجل هنا وفي رجل تانية هنا والرجل الرابعة هنا. يبقى أنا كده حددت الحاجات الأساسية، أدي الرأس وأدي الجسم وأدي الرجلين. هبدأ أقنن الرسمة شوية. هجيب الدايرة اللي أنا راسمها دي، همشي عليها كده على نص الدايرة الأولاني أهو اللي أنا رسمته، وأبدأ أعمل البوز بتاعها. تمام، وآخد شكل الدقن من هنا. يبقى أنا كده بدأت أقسم شكل الغزالة من الأول. طيب آخد كيرف من هنا كده اللي هيطلع منه الودن الأولانية بالشكل ده. تمام، ادي الود، هعمل زي ورقة الشجرة تقريبا كده. الناحية التانية برضو بالطريقة دي. طيب بالنسبة للعين، العين هندي لها حجم اكبر شوية. يعني مثلا نعمل الكيرف ده كده وناخد بعد العين معايا ونقفل من هنا. اجي بقى من المنطقة دي واخد كيرف كده واعمل فيه رسمة العين اللي هي بالشكل ده. وضحت معايا كده؟ تمام. الجزء ده طبعا اللي هو الانف بيبقى يعني مثلث دائري، شكل مثلث دائري، الحواف بتاعته دائرية. وهدي لها برضو شكل تاني بحيث ان البق ياخد من هنا الشكل ده، ياخد لون تاني اقصد. فبحاول اقسمها شوية. اما بالنسبة للعين من هنا هكمل بقى الكيرف ده كده واكمل الكيرف ده هنا كده معاها بالشكل ده. طيب الرقبة، ادي الرقبة بداية من هنا، واخد الجزء ده برضه كده. تمام، وابدأ اخد الكيرف اللي هو بتاع الدايرة او الشكل البيضاوي اللي احنا عملناه الاولاني بالطريقة بتاعته كده. ده الشكل البيضاوي بتاعه اهو، عمل لنا المنحنى ده. طيب هناخد مثلا من اول الرقبة، من الرقبة كده ناخد جزء نعمل ظهر الغزال، لان ظهر الغزال مختلف شوية. اخد نفس الميل ده، ناخد نفس الكيرف اللي هو ماشي بتاع الظهر بس ماشي مع الرقبة من بدايتها. طيب الرجل اللي هنا هنزل بيها قلنا كبيرة كده ايه، وجزء البطن من هنا احنا كنا مقسمينه بالشكل ده. ناخد الرجل لان الرجل دي قالت كبيرة شوية. بصوا كده من عند الربة بيبقى في تخانة شوية في الربة، وابدأ انزل بالرجل على رفيع شوية. تمام، بالنسبة للديرة اهوت، واخد فيه كيرف تاني هقسمه نصين لانه هياخد لونين. من عند الرقبة من هنا هبدأ ادي تخانة تانية. معلش هنلغي الخط ده. التخانة دي اللي هاخد منها اللي هي في النص دي، يعني الثلاث خطوط دول تقريبا التلت. يعني لو قسمنا خط تاني هنا ادي واحد اتنين تلاتة، التلت اللي تحت هاخد منه الرجل، بداية الرجل اللي هنا الكيرف ده كده،
بيعادله كيرف تاني من هنا كده عشان انزل بالرجل برضو فيها تخانة من هنا. تمام، وضحت معايا كده. الجزء الاولاني اللي هو المنطقة دي، منطقة الرقبة، وطالع منها برضو من هنا الرجل المقابلة للاولانية من قدام، وهي برضو واقفة. انا مش عامل نهايات هنا لرجل الغزالة خالص، لان هغطيها يعني، في جزء ممكن نرسمه وفي جزء هيتغطى بالنجيلة كأنها واقفة على نجيلة. كده عملنا تلات رجلين، فاضل الرجل التانية. بصوا كده، الجزء ده برضو هياخد لون مختلف لوحده. والرجل التالتة ممكن تبقى مع اللي قدام. حاول اتخن دي شوية بالشكل ده. تمام كده الغزالة رسمت. هناخد الدوائر او البقع اللي بتبقى في على ظهر الغزالة، دوائر كده مثلا، كده 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 الغزالة اترسمت. هنبدأ في الألوان. طبعا أنا هنا مش عامل خلفية، هنعمل خلفية الأول وبعدين نكمل الغزالة نفسها كرسم. نبدأ بسم الله. كده عملنا شوية لبني بأي فرشة كده، وهبدأ أعمل تحديد عشان أدهن الجزء بتاع السما. بالظبط زي ما احنا شايفين كده. طبعا في الرسم نفسه المفروض ان انا ببقى عامل الارضيه دي الاول وبعدين برسم عليها، بس انا قلت ارسم الاول على الابيض عشان اوضح الخطوط بتاعه الرصاص ماشيه ازاي، او الخطوط نفسها اتجاهاتها ازاي. كده عملنا اللون اللبني اللي هو نعتبره السما بتاعتنا. نكمل هنا الجزء ده. بصوا كده انا نزلت المستوى يعتبر شبه موحد. خلاص هقف بعد كده وسن ابيض الفرشة وابدأ اعمل اي اشكال للسحاب زي ما تعودنا انها بتبقى طريقة عشوائية الطريقة دي. السحاب يا جماعة الطرق بتاعته الرسم بتاعته عشوائية، المهم ان هو ينتهي على مفيش كده مع الأرضية. خلاص خلصنا الجزء الأول. هنبدأ ندرب سن الأخضر، أو مش هنخليها أخضر، هنخليها برضو أزرق لكن أغمق شوية، بحيث إن أنا أعمل خلفية قدام الخلفية. بصوا كده أنا قسمت الجزء ده كده أهو. نفس المستوى ده كده، انا اعتبر ده مثلا اي شجر بعيد كده. بصوا الرسم المفروض انا بعمل حاجة بعيدة، هي شجر بعيد
اترسم خلاص. ابدا ارسم النجيلة خضراء في الارضيه، اجيب شويه اصفر وعليهم سن ازرق، واضرب اللون الاخضر اللي هو الاخضر الفاقع دوت اللي هو ده مثلا، اخضر مصفر كده، اخضر ليموني، وابدا اعمل الارضيه بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بص يا جماعه، معظم ارضيات الكرتون بتبقى الوانها فاقعه عشان تجذب الطفل، وفي نفس الوقت كل سن وليه ألوان خاصة بيه. يعني ما ينفعش راجل كبير أرسم له رسمة في البيت مثلا فيها اللون ده أو اللون الفوشيا مثلا. كل مكان أو كل سن وليه الألوان اللي تتناسب معاه. فطبعا الأطفال بيحبوا الألوان الفاقعة دي عشان بتعمل عندهم جذب، تلفت نظرهم يعني. شايفين كده عاملة الأرضية بتاعتي باللون ده. وأبدأ بعد كده هيبقى معايا آخر حاجة النجيلة، اللي هي إيه بقى؟ النجيلة دي هتبقى قدام الغزالة، فهسيب الجزء اللي تحت دوت مش هرسم فيه حاجة إلا لما بعد ما أخلص الغزالة الأول. نبدأ في رسمة الغزالة. الغزالة طبعا درجاتها انا هعتبرها معروفة، درجات الكافيه مع البني مع البرتقالي مع البيج، كذا درجة يعني من درجة واحدة. يعني هبدأ أضرب الألوان. نبدأ مثلا الأول بالألوان الفواتح، هعمل شوية بيج او اصفر، شوية اصفر وشوية ابيض عشان اعمل لون البيج، وابدأ الون الاماكن الفاتحة. بصوا كده انا هبدأ منين؟ العين اهي، الجزء اللي فوق العين ده، ترسم هذا الجزء، الحتة بتاعت البق ده اهي، حاول اهرس كده، تمام. المنطقة بتاعت الرقبة دي برضو خليها فاتحة، والجزء اللي هو الداخلي للرجل ده اهو زي ده كده. والنقط دهيت هي تبقى على ظهر الغزالة، هدي نقط. طبعا انا بعمل بكبر الحاجة عشان انا شايف الرصاص، بس يا رب يكون باين بالنسبة لكم. الرصاص باين من تحت اللون، جزء الديل نص الديل كده، تمام. الجزء الودن دوت حاجة بسيطة كده في الودن، يعني انا ساعات بحس ان انا اوزع لون على بقية الجسم. هنضرب تاني لون، هو اللون البرتقالي اللي هو يعتبر غالب في اغلب الرسمة او اللي هو مميز في شكل الغزالة، اللون البرتقالي. تمام، هبدا اعمل الجسم، معظم الجسم كله هيبقى باللون البرتقالي ده. بص البرتقالي ده بقى فاقع، قلنا الاطفال بتحب الالوان الفاقعه. هذا الرقبه، هعمل الجزء بتاع العين ده اهو،
لو مش هعرف اشتغل بفرشه كبيره زي اللي انا ماسكها دي، يعني دي كبيره مثلا بالنسبه للورقه، اما لو على حيطه وهكبر الرسمه، الرسمه بتاعتي هتكبر، بشتغل بفرشه كبيره برضو مساحات، كل مساحه واشتغل بالفرشه اللي تناسب المساحه دي. يعني ما ينفعش امسك فرشه صغيره جدا في لوحه كبيره، مش هتخلص معاك ومش هتشيل الوان معاك كتير. تمام، بقيه الرجل من هنا. كده وادي، احنا قلنا كان في جزء هنا في الرجل اهو، هو فاتح، وادي بداية الرجل من هنا، وادي الركبة، وادي بقية الرجل من الناحية التانية، وكمل الجزء اللي ورا ده كله. بصوا كده نفس اللون البرتقاني اللي هو قلنا هيبقى اساسي في اللوحة بتاعتي. طبعا اللون كان خفيف شوية معايا، فانا هتلاقيني بعيد على الحاجة مرة واتنين كده، بحيث انها تقفل معايا او تستر اللون معايا. النص اللي احنا قسمناه من هنا اهو، تمام، وابدأ اعمل الدوائر اللي هي كانت موجودة، اسيب فراغات. طبعا الرسمة مش هتبان معاك كده غير لما تتحدد باللون الاسود، حددتها باللون الاسود هتظهر معاك كتير قوي، والصح ان انا احددها باللون الاسود، يعني معظم رسومات الاطفال هتلاقيها متحددة باللون الاسود. الاسود طبعا بنقول عليه سيد الالوان، فأي حاجة أي لون جنب الأسود بيظهر، لأن مفيش أغمق من الأسود. يعتبر قربنا نخلص بقية الصورة، نفس اللون دوت فاقع، أبدأ أشيك كده باللون لو حتة خفيفة ولا حاجة. تمام، هدرب لون تاني اللي هو البنيات، هو المفروض ان هو ظهر الغزالة كونفو، او اعمل لون غامق. ممكن اعمل انا ادرب لون، وممكن اعمل لون بني غامق مباشرة، بس الصح ان انا اخلي فيه نسبة مع البني سنة احمر شوية، يعني بني محمر كده شبيه بالنميتي مثلا. وابدا اعمل الودن اهي. بصوا يا جماعه اللون، العين، قلنا بحدد الخط الخارجي، وبعدين ادي الودن اهي اللي هي اللي هناك، هبدا اعمل الديل برضه اهو، كان معمول على نصين، نص فاتح ونص غامق، وادي الظهر، حدد المنطقة اللي هشتغل فيها الاول الطريقة دي. ممكن استعين بفرشة اصغر شوية، على اساس ان الدوائر هنا قريبة من بعضها، والفرشة الكبيرة ممكن تلطش معايا في حاجة، فهبدأ اعمل فرشة تانية ارفع شوية. مرة كده وحدد،
ولو جزء ابيض ما اتعملش معاك في الدايره او مش مظبوط، التحديد الاسود هيظهر كل حاجه وهيحدد لك شكل الرسمه بتاعتك تمام. بس الصح انك تعمل كل حاجه واخد حقها من البدايه عشان ما تقعدش تقول هعدل فيها في اللون، هعدل فيها في التحديد وفي الاخر تسيبها. تمام. الجزء بتاع العين هنا هنعتبر ان هو مثلا الجفن نصه كده، هنا جزء. تمام. الغزالة بقى نديها، ندي للعين بتاعتها شكل مميز شوية، ممكن نخليها أخضر، العين بتاعتها شكلها أخضر. اللي هي العدسة العين بس. هيتبقى معانا الودن. الودن دي بتاخد لون البشرة تقريبا، يعني تقريبا لون مثلا لون فوشيا. لون فوشيا مثلا زي كده، او اللي هو اللون الوردي، احمر وردي، احمر وابيض بالشكل ده. كده الغزالة اتلونت، فاضل التحديد الاسود هو اللي هيوضح شكل الرسم. نبدأ تحديد الاسود ونتحرك براحتنا كده سنة بسنة على الخطوط اللي احنا عملناها كلها واحدة واحدة. نبدأ مثلا ادي الود، الراس، وادي تحت كده بهدوء، وبحيث ان هو يعدل معايا الرسمة، تبقى الرسمة واضحة وصريحة. نقول ان ده الجفن مثلا اهو، احنا قلنا عليه يظهره شوية رموش كده، ونقول ان الرموش دي طويلة شوية فتظهر من الناحية التانية، ونكمل هنا الجزء بتاع الأنف كده. هذه العين هنعمل فيها النقطة كده. بصوا هتلاقي الرسمة بتبدأ تظهر معانا سنة بسنة. واحدة واحدة. طبعا المرحلة دي هي آخر مرحلة في الرسمة. بصوا الرسمة لما بتتعمل باللون الأسود، تحدد باللون الأسود، بتظهر وبيظهر الشكل بتاعها تمام. هبدأ الدوائر.
كمل شغل الدوائر هنا. كده تمام، خلصنا تحديد الغزالة. نبدأ نعمل شوية النجيلة اللي تحت عشان يغطوا على الرجلين من تحت. ممكن اعملها اقفلها من تحت زي كده مثلا، تبقى فيها جزء كده اسود، وممكن ان انا الغي الجزء ده وادي احساس ان هي واقفة في قلب النجيلة. هجهز شوية لون. أزرق، شوية أصفر، سن أسود، وأبدأ أدي الأرضية دي. بصوا، أخضر غامق كده، أزرق وأخضر وأسود، تمام. وأغطي عادي، كمل. بعدين هبدأ أعمل أجزاء بقى كده كأنها فروع من جيب طلع. هجيب شوية أصفر مع الأزرق، أصفر وأزرق، هديه لون أخضر، وابدأ اعمل خطوط تانية، فتح اللون شوية. بصوا كده يا جماعة، انا اديت احساس ان هي واقفة في قلب النجيلة او اعشاب. هزود بقى سنة الاصفر شوية، خلي الاصفر واضح معايا النجيلة، وعامل بيه خطوط بالطريقة دي بجنب الفرشة، مش بالعرض، بجنب الفرشة، واسحب على مفيش، تمام. وممكن اعمل شوية ورد تحت كده يظهروا معايا الرسمة بالطريقة دي مثلا. مثلا وردة بيضة هنا، وردة بيضة تاني هنا، ممكن زينة أحمر مع الأبيض، وأعمل أعيد عليها تاني، خلي دي أحمر كده. ودي ضربات أصفر في النص، في نص الوردة كده، بحيث تظهر شكل الوردة معايا. وكده تبقى خلصت الرسمة، واشوفكم على خير في رسمة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.